يرتبط مفهوم التنوع البيولوجي بالتنوع في الكائنات الحية التي تدعم الحياة على كوكب الأرض، ويقصد بالتنوع البيولوجي الاختلاف في وجود الكائنات التي تلعب دوراً أساسياً في حياة الإنسان من خلال توفير الأغذية والطاقة والأدوية وتوفير المياه العذبة وتنقية الهواء. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن 4 مليار من البشر يعتمدون بصفة رئيسية على الأدوية الطبيعية المستخرجة من الكائنات الحية. لقد حب الله المغرب بثروة طبيعية بيولوجية غنية ومتنوعة تتكون من غطاء نباتي وثروة حيوانية ونظم إيكولوجية، وتتوفر بلادنا على أكثر من 20,000 نوع من الحيوانات وأكثر من 7,000 نوع من النباتات، نسبة مهمة منها متوطنة وفريدة من نوعها بالمغرب. كما تتميز الغابات التي تمتد على 9 ملايين هكتار بمنظومات إيكولوجية هائلة كالأرجان والأرز وغيرهما. وبفضل هذا التنوع البيولوجي يحتل المغرب الرتبة الثانية على صعيد البحر الأبيض المتوسط من خلال نسيج هام من الحيوانات والنباتات المتوطنة. لقد تغيرت الطبيعة في معظم أنحاء العالم تغيراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بحيث عرفت مؤشرات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي تراجعاً سريعاً. فقد تم فقدان نسبة تزيد عن 85% من الأراضي الرطبة و 32 مليون هكتار من الغابات في الفترة ما بين عامي 2010 و 2015. كما لوحظ ارتفاع مهول لعدد الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي نتيجة للأنشطة البشرية. في المغرب هناك حوالي 600 نوع من الحيوانات و 1700 نوع من النباتات مهددة بالانقراض بسبب عدة عوامل، من بينها الاستغلال المفرط والتلوث. كما أن التغير المناخي الذي تعرفه بلادنا أدى إلى تفاقم الظواهر القصوى كالجفاف والتصحر وفقدان التربة والأراضي الصالحة للزراعة، وبالتالي إلى تفاقم الاختلالات في النظم الإيكولوجية والغابات بنسبة تصل إلى 30% بالنسبة لأصناف معينة مثل الأرز. كما أن تدهور التنوع البيولوجي يمكن أن تكون له آثار وخيمة ومباشرة على صحة الإنسان وتأثيرات سلبية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والهجرة وغيرهما. وقد أكد ظهور جائحة كوفيد-19 على العلاقة الوطيدة بين صحة الإنسان ومحيطه الطبيعي، بحيث تظهر كل التقارير العلمية أننا عندما ندمر التنوع البيولوجي فإننا ندمر النظام الوقائي الذي يدعم حياة الإنسان. فكلما زاد التنوع البيولوجي للنظام البيئي، كلما انخفضت نسبة وسرعة انتشار أو هيمنة الأمراض، في حين أن فقدان التنوع البيولوجي يوفر فرصاً مناسبة لانتقال الأمراض بين الحيوانات والبشر. أمام هذا الوضع وإيماناً منه بضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بهذا الموضوع، يقوم المغرب بإنجاز وتنفيذ مجموعة من البرامج التي تهم المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمين الأوساط الطبيعية من خلال إلزام كل المشاريع الاستثمارية باحترام المعايير البيئية، وتنفيذ برامج طموحة لمكافحة التلوث وإحداث المنتزهات الوطنية والمواقع ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية ومحميات المحيط الحيوي، وتهيئة الفضاءات الترفيهية بعدة مدن، وإحداث الأحزمة الخضراء وإعادة إحياء النظم الإيكولوجية الفلاحية الواحية، وكذا تشجيع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، كما يقوم بتنفيذ مشاريع تهم تقييم خدمات النظم الإيكولوجية وتحليل المعطيات والمعلومات حول التنوع البيولوجي. وعلى الصعيد المؤسساتي والقانوني، تم إحداث لجنة التغييرات المناخية والتنوع البيولوجي كهيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
كما تم إصدار وإعداد قوانين حول المناطق الرطبة وحول الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة. ولقد مكنت هذه السياسة الطموحة لبلادنا في مجال حماية وتثمين البيئة والتنمية المستدامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من تحقيق مكانة متميزة على الصعيدين العالمي والجهوي كدولة فاعلة في مجال مكافحة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي النباتي والحيواني.